ولنقاش ملف استيلاء الحكومة في بغداد على الأراضي وما يشوب هذا الملف من ملفات فساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال دليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، في ظل تزايد ظاهرة الاستيلاء على الأراضي وبعد قرار إخلاء حي البكرية ببغداد، ظهر ملف أراضي محيط مطار بغداد الدولي. كيف تفسر عمليات الاستيلاء هذه؟ وما جدوى مبرر بناء مساكن للضباط في تلك الأراضي؟ أولا، هذا المشروع يرتبط بمنظومة الفساد التي تدير الدولة بشكل عام، ولكن إضافة إلى أن هناك خطورة من تفريغ السكان المحيطين بمطار بغداد لأسباب طائفية معروفة. تعرفين أنه هذه المناطق المحيطة بمطار بغداد أو قريب مطار بغداد تعرضوا إلى أكثر من عملية تهجير وابتزاز، وآخرها مصادرة الأراضي العائدة لهم بحجة أنها قريبة على المطار، ومن ثم المرحلة الثانية هي إقامة مشاريع فساد عليها، وهي مشاريع الاستثمار التي أي مستثمر في ضمن مطار بغداد أو ضمن المجال الجوي العراقي الذي يجب أن يكون آمنا ويكون بعيد عن المناطق السكنية. هذه قوانين دولية، لكن العاملين في مجال الاستثمار هم الذي هم هو الكسب الحرام من هذه الشركات واخذ الكمشنات، ومن ثم تنفيذ اكثر من مشروع في ان واحد تهجير اهل هذه المناطق. وحي البكريه في بغداد ناس يمتلكون سندات امتلاكهم لهذه الاراضي منذ فتره طويله، فكيف يتم تجاهل الملكيه الخاصه للاشخاص والاعتداء عليها؟ وان ارادت الدوله حتى وان كان هناك مشروع ضروري ان تستحصل موافقه هؤلاء الناس وتعويضهم تعويض مجزي اذا كانت هناك ضروره لاخذ جزء من اراضيهم، اما بهذه الطريقه فهي السياسه المتبعه من قبل هذه الحكومه بمصادرة حقوق المواطن العراقي في كل مكان لصالح الطبقة الفاسدة في النظام السياسي سواء برلمانيين أو أمانة بغداد. وهناك حقيقة محاولة استيلاء على الأراضي حتى في المناطق السكنية البعيدة عن طرق الابتزاز وبيعها، ومن ثم تزوير السندات الملكية. في هذا السياق السياسة متبعة منذ 2003 ولحد الآن. في هذا السياق كيف يفسر اختيار الحكومة لهذه الأراضي دون غيرها وفي المدن الكبرى؟ هذه القضية أنه عندما يراد أن تصادر أراضي معينة أو يراد أن تهجير أهل منطقة معينة تضع لها أطر أكبر من حقيقتها وبعيدة عن حقيقتها. يعني نحن نتحدث عن المناطق المحيطة بمطار بغداد أو القريبة من مطار بغداد، هذه قضية طائفية صرفة، ولأن نتحدث بصراحة لأن معظم سكان هذه المنطقة هم أهل السنة، فيتم مصادرة أموال هذه الأراضي لإبعادهم عن هذا المحيط، وجعل هذا المحيط تابع لفئة معينة أو لحزب معين أو لجهة معينة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يسهل عملية الفساد التي كما تفضلتم انه شركه المستثمر غير معلن لحد الان. نعم. كيف لدوله ان تاتي تبيع اراضي سكنيه او مشروع اعطاء مشروع منح مشروع سكني استثماري لجهه غير معروفه او غير معلنه؟ يعني هل وصل بنا الحال ان لا نستطيع ان نبني مساكن الا عن طريق شركات اجنبيه تدفع كمشنات عاليه للذين يروجون لهذه المشاريع؟ هذا الفساد الذي نخر الدولة طولا وعرضا لا يمكن السيطرة عليه بهذه الطريقة، وستذهب حقوق ناس كثيرين إذا لم يقف هناك الناس حقيقة وقفة جدية بهذا. ولكن يعني لمن تشتكي الحبة إذا كان القاضي دجاجة؟ هذه مشكلة العراق في الوقت الحاضر، في خاصة في مسألة الحقوق. دكتور، ما الحلول الممكنة للحد من هذه الظاهرة، خاصة أن الأراضي مثل ما أشرت في بداية هذا اللقاء معظمها لمواطنين يملكون إثباتات بملكية هذه الأراضي، وهل يمكن أن يكون التعويض المادي حلا لهذه المشكلة؟
بكل تأكيد لا يمكن، لأنه أين التعويض المادي الآن تفرضه الدولة؟ سيصبح عقد إدعان، يعني ستفرض تعويضا غير مجزي، ولا يمكن أن يتنازل المواطن عن أرض في هذه المنطقة قيمتها المادية والمعنوية وإرثها المتوارث عليه منذ فترة طويلة، أن يمنحون أراضي في أماكن أخرى أو يمنحون مبالغ تعوضهم عن هذا الموضوع، غير ممكن. الحلول حقيقة، لأنه لا حلول في وقت أنه لا يوجد قضاء عراقي عادل يستطيع أن ينصف المواطن، لأن هذه ملكية خاصة لا يمكن أن تتجاوز عليها، حتى الدولة لا يمكن أن تتجاوز عليها إلا في الضرورات، وهذه الضرورة لا يمكن أن تأخذ حق المواطن إلا بعد استئصال موافقته. أما عقود الإذعان والإجبار والإكراه هذه عقود باطلة، ويمكن المواطن أن يقيم دعوة قضائية، ولكن أنا قلت أنه الحل هو المنظومة الحاكمة كلها قضاء وإدارة تشترك في هذه الجريمة. الحلول تكمن في أن تكون هناك وقفة جماهيرية كبيرة بهذا الاتجاه، وأن يتجه الناس حتى تحريك قضايا أو دعاوى ضد الحكومة وضد هيئة الاستثمار، لكي إذا فيما لو تغير الوضع في العراق أن تكون هناك حقوقهم مثبتة قبل أن يتم خداعهم بالبيع والشراء وما إلى ذلك، أو تسويف هذه الحقوق، لأن هذه الحقوق ثابتة غير قابلة للنقض إذا كان المواطن يمتلك كل هذه الإثباتات. ونحن نلاحظ أن كل ما يدور هو شائبة من الفساد والإفساد، والمواطن هو ضحية هذا العمل الذي لا يرضاه أحد، لأنه حقيقة شوف كل حتى حقوق رب العالمين يوم القيامة يسقط حقه، لكن حق المواطن مع المواطن لا يسقط، لأنه هنا قضايا في التاريخ العربي الإسلامي والقريب والبعيد أنه لا يمكن التجاوز على الحقوق الخاصة، من هذه ملكية خاصة فيها سندات خاصة ولديهم إثباتات، إذا لماذا يتم تجاهلها؟ يعني إذا كان التجاوز وصل إلى هذا الحد فلا أمان للمواطن ولا حقوق له في ظل هذه النظام السياسي الفاسد. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.